بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم منازل السائرين. مرحبا بكم، واسمحوا لي مع أن أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الداعية عمر سلطان العياصرة. مرحبا ومربحا بك. حياك الله وبياك وبارك فيك وبالأحبة المشاهدين. الله يكرمك شيخنا، حياكم الله. حياكم الله. أنا أعلم أنك يعني على أبواب الفلوزة، فسأخفف عليك اليوم. حياك الله. أسأل الله الشفاء العاجل لك وبارك الله فيك. آمين. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة ستكون حلقة خاصة مختلفة عن السلسلة التي نسير فيها من منازل السائرين إلى رب العالمين. سنتوقف فيها على أبواب الشهر العظيم الذي هو مقبل علينا، شهر رمضان المبارك. واختار الشيخ أن تكون هذه الحلقة بعنوان كيف نستقبل رمضان، وهو أعظم وأفضل عنوان في استقبال هذا الشهر. نعم، كيف نستقبل رمضان، كيف نستقبله؟ الشوق والمحبة والتوبة كلها تتضارب في القلب، هكذا كان السلف يستقبلون هذا الشهر العظيم بشوق ومحبة. اقترب شهر القرب من الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ختم الله بها آيات الصيام. لابد شيخنا أن نقف على أعتاب هذا الشهر أو على بابه، وهذا الباب باب رحمة، باب عظيم من أبواب الرحمة. نقف على أبوابه، إما أن نلج وإما أن نعرض. من ولج فقد ولج إلى رحمة الله، ومن أعرض فقد أعرض عن رحمة الله. اختيارك للعنوان جميل. نعم، كيف نستقبل رمضان، كيف نستقبله حتى نستطيع الولوج إلى رحمة الله والدخول في رحمته، لعل الله أن يكتب لنا في هذا العام أن نكون من عتقائه من النار، وأسأل الله العظيم أن نكون جميعا من العتقاء. وتفضلوا شيخنا، مشكورين مأجورين. زاد الله فضلك. أحمد الله على جلائل نعمائه ودقائق آلائه، وأصلي وأسلم على سيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. تبرأت من حولي وقوتي ولثت بحول الله وقوتي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تكون النفس مترعة بالمعاصي، مكفلة بأثواب من الماديات، متلطخة بأوحال من المخالفات، من بين هذا الركام الذي يخنق القلب والذي يطفئ نور العقل، نعم، والذي يميت شعلة النشاط والحيوية في بدن الإنسان، من بين هذا الركام يأتي شهر فضيل مبارك، شهر رمضان. فأهلا وسهلا بشهر الصيام يسل من النفس أدرانها. الله. فأهلا وسهلا بشهر الصيام يسل عن النفس أضغانها. نعم، شهر عظيم اختاره الله عز وجل وجعله ظرفا لأعظم كتاب في الوجود الآدمي. أنا أقول دائما أكبر دليل على فضيلة رمضان الله اختار القرآن. قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خصيصة. لعلك وقفت عند كلمة الذي أنزل فيه. نعم، أراد أن يوجه الأذهان والبصائر والعقول والخواطر إلى أن الشهر عظيم، بحيث أنه أنزل أعظم كتاب في الوجود البشري وفي الوجود الآدمي، أنزله في شهر عظيم وهو شهر رمضان. تدبر هذا قول الله عز وجل في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله هذه الآية هي آية جامعة مانعة. نعم، ربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الإنسان، خلق الملائكة، خلق الزمان، خلق المكان، خلق الأشخاص والأعيان. صحيح، ربك يخلق ما يشاء ويختار. لماذا ذكر الاختيار بعد الخلق؟ لأن هذا الخلق ليس سواء، الله، وليس على وتيرة واحدة، فهناك فاضل على كافة أشكاله، وهناك مفضول، وهناك حسن، وهناك أحسن. فقد خلق الله عز وجل البشر وخلق الجنس الآدمي، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، جميل، الذي هو فخر الزمان، والذي هو خاتم في أصابع الزمان، والذي هو خاتم لبني الإنسان، الله، عليه الصلاة والسلام. خلق الله عز وجل المكان، ولا بد أن يجعل قدوة للمكان، فخلق مكة واختارها فكانت أم القرى، الله، وهي عروس المدائن. لاحظ، سبحان الله، خلق المكان واختارها، اختار مكة. خلق الأعيان واختار محمدا صلى الله عليه وسلم، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم. خلق الزمان واختار رمضان، الله. خلق الملائكة واختار جبريل عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. لله خواص، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص،
هذه قاعدة لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يخلق ربك ما يشاء ويختار. هذا الاختيار لابد أن فيه سرا عظيما. لا شك. لماذا السر؟ أحسنت، فتحت لي باب من القلب. لماذا السر؟ لذلك الله عز وجل إذا خلق الشيء جعل له قدوة. يا سلام. فخلق المكان، فلا بد للمكان من قدوة، فكانت مكة هي قدوة المكان. الله قدوة وقبلة. وهي قبلة وقبلة. وقبلة، نعم. فخلق الله عز وجل الأعيان والبشر، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة يقتدى بها. صحيح، أسوة حسنة. وخلق الله عز وجل الزمان، خلق الزمان، واختار رمضان قدوة للزمان. الله، تلاحظ معي، قدوة للزمان. جميل. وقدوة للمكان، وقدوة للأعيان. وذلك ماذا قال الله عن موسى؟ واجعلوا بيوتكم قبلة. وكأنه جعل هذه البيوت قدوة وقبلة يقتدى بها. الله، معنى قبلة أي قدوة يقتدى بها. فهنا قدوة للزمان وقدوة للمكان وقدوة للأعيان. أنا تدبرت في شهر رمضان فوقعت على سر لطيف شفيف. رمضان شيخنا، بس قبل السر، أنت تقصد بالقدوة، أنت لما قلت يعني رمضان قدوة، يعني اجعل 11 شهرا. أيوة، أنا هذا اللي أريده. أيوة. واجعل بيتك كمكة. جميل. واجعل أخلاقك كمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى القدوة. رائع، أنا هذا الذي خطر في بالي. لكن في رمضان فيه سر كبير. نعم. من جهتين، أن رمضان الذي اختاره على الزمان فيه اختيارات وفضائل وبركات أيضا. لاحظ، الله عز وجل فضل رمضان على الشهور، فضل العشر الأواسط على الأوائل، على العشر الأوائل، وفضل العشر الأواخر على الأواسط والأوائل، أول، وفضل ليلة القدر في العشر الأواخر. سبحان الله. تلاحظ المعنى، يختار. إذن هي فضائل واختيار من اختيار واختيار من اختيار. لذلك كانت ليلة القدر خير من ألف شهر. خير اختيار من اختيار. أحسنت، اختيار من اختيار. لأنه خلق الزمان، لأنه خلق الزمان، الزمان، فاختار الله عز وجل. الفضيلة الثانية أن الله عز وجل أنزل خير الكتب على خير الرسل في خير الأزمنة في خير الشهور في خير الأمكنة، فاجتمع ماذا؟ الزمان والمكان والأعيان. أين الفضيلة في القرآن؟ الفضيلة في القرآن؟ نعم، أنه كلام الله، أنه جمع فيه خيرية الزمان. جميل. وخيرية المكان وخيرية الأعيان. فهو خير الكتب على خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، في خير بقعة، في خير شهر فضيل، في خير ليلة إن أنزله في ليلة القدر. الله. ولذلك ونزل به خير ملك، ونزل، أحسنت، وجبريل هو خير الملائكة وأمين الوحي على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لاحظ سبحان الله، هذا يقودني إلى كلام أن الله عز وجل خلق الليل والنهار وهما الزمن أو قطبا الزمن يتعاقبان، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة لماذا؟ أراد أن يذكر أو أراد شكور. قف عند هذه الآية هنية من الزمن. خلق الليل والنهار، ما معنى خلفة؟ خلفة أي يتعاقبان، يخلف الليل النهار والنهار الليل. طيب لماذا؟ لماذا جعل الليل والنهار خلفة؟ يخلف هذا ويخلف هذا ويخلف هذا ويخلف هذا. قال لمن أراد أن يتذكر. أيوة. تعرف ما معنى هذا الكلام؟ أراد أن يتذكر، لأن الإنسان تتبلد أحاسيسه ويغفل إذا كان على حالة واحدة، فنوع له في الحالات حتى يتذكر. الله. وفيه إثارة للشعور. الله. دائما إذا نظرت إلى الشيء على وتيرة واحدة فإنك لا تفطن له، يصيبك الملل. ولكن الفتور. لماذا يأتي الليل وله أعماله، ويأتي النهار وله أعماله؟ يأتي النهار وله وظائفه الدينية والدنيوية، ويأتي الليل وله وظائفه الدينية والدنيوية. ولهذا أحسن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو من طلاب ابن قيم الجوزية رحمه الله، لما ألف كتاب لطائف المعارف، نعم، يتكلم عن وظائف الأيام والليالي، وهو كتاب يحسن قراءته في هذا الشهر. نعم، لمن أراد أن يتذكر. إذن هي ذكرى واستحثاث للشعور البشري. لماذا يخالف بين الليل والنهار؟ طيب شكورا، أي جعل الليل والنهار ظرفا للعبادة، فأعظم ما يشكر فيه الرب هو طاعته. الله الله، اعملوا على داود شكرا. نعم، ولذلك معنى شكورا أي إنك تشكر الله بعمل هذا الزمن بالعمل الصالح. الله. ولهذا تجد أن الزمن هو الخيط الحريري الذي نظم لؤلؤ العبادات. يا سلام. لاحظ، تعال معي على الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اختار الزمن. في الزكاة اختار حولان الحول. نعم. وهو الزمن. في الحج قال: الحج أشهر معلومات. معلومات. الصوم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: أياما معدودات.
تلاحظ أن الزمن انتظم العبادات، فهذا المعنى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. الزمن هو خيط الحرير الذي ينظم لؤلؤ العبادات. الله. لذلك يا شيخ محمد، مر الأيام والليالي هي رواحل نركبها تبعدنا عن الدنيا تقربنا إلى الآخرة. يا سلام، تخلصك من نفسك كما قلت. كل يوم يمر عليك أنت ركبت هذا اليوم فقدمك خطوة إلى الدار الآخرة. فلذلك قال بعض السلف، ونعم ما قال، فنعم ما قال، قال كلمة جميلة، قال الأيام والليالي خزائن، الأيام والليالي خزائن، فاجعل في خزينتك ما تشاء فسوف تلقاه. الله. يعني تعامل مع الليل والنهار أنها صناديق تضع فيها. تضع فيها. قال بعضهم، لو جئت إلى صندوق وضعت فيه الذهب والفضة ورجعت بعد سنة ماذا تلقى؟ تجد الذهب والفضة. وضعت الحصى والتراب والرمل ماذا تجد؟ لن تجد إلا الحصى والتراب. سبحان الله. هذا معنى وحصل ما في الصدور. الله. حصل ما في الصدور، أي ما جعلتم في حصالتكم وما ادخرتم من أعمال صالحة أو سيئة في حصالتكم في صدوركم، قال الآن حصل ما في الصدور، معنى دقيق جدا جدا. قال الأيام والليالي خزائن، فاجعل في خزانتك ما تشاء فسوف تلقاه. لذلك لاحظ، أنا قلنا لمن أراد أن يذكر، الله، قال مر الأيام والليالي، ماذا ماذا يجعل في الإنسان مر الأيام والليالي، الليل والنهار، الليل، قال الأصل أن يتذكر ولكن تبلد حس. لماذا؟ للعادة المشكلة. نعم، للعادة، لأنه كثرة المساس تبطل الإحساس. كثرة المساس تبطل الإحساس. تبطل الإحساس. هنا لماذا؟ لماذا يعني يولد؟ لماذا يولد الملل؟ قال لأن ثوب الإيمان قد خلق. يا سلام. سربال الإيمان خلق. خلق، أصبح قديما باليا، مرت عليه الأيام والليالي، وأركان المحبة في قلبك قد صدئت، فلا بد من إنعاش، ولا بد من إنقاذ، ولا بد من أن توهب للنفوس سربال من الإيمان يحيي فيها النشاط والحيوية. جميل. فكان رمضان، الله، أعجبتني كلمة لبعض الفضلاء النبلاء، كان يقول على قدر المؤونة تقول المعونة. أنا أشرح، هذا كلام مشهور. ما معنى المؤونة؟ المؤونة الرغبة والإرادة، فعل الشيء لا بد له من إرادة ورغبة، فعلى قدر المؤونة ماذا تأتي؟ تكون المعونة. تكون المعونة، تأتيك المعونة من الله بقدر ما بتقدم المؤونة، يعني الإمداد على قدر الاستعداد. نعم، هذا المعنى. لذلك قالوا البداءة من العبد والإجابة من الرب. منين أخذ هذا يا شيخ محمد؟ من أين؟ فاذكروني أذكركم. من اللي بدأ؟ الله. من الذي بدأ؟ أنت الذي تذكر. العبد. فالبداءة من العبد يعني المؤونة، من أتاني أتيت من. نعم. من فاذكروني أذكركم. جاءت المعونة. واشكروا لي. أحسنت. دعوني استجب لكم. إن الله لا يغير ما بقوم. تغير ما بقوم. إذن البداءة من العبد والإجابة من الرب. نعم، رمضان يثير كوامن الشوق، نحن نقف على أيام شهر عظيم فضيل يثير كوامن الشوق، حري بنا أن نجعل الشعار في رمضان. أنا أقولها للأحبة المشاهدين والمشاهدات، اجعل شعارك في رمضان وعجلت إليك ربي لترضى. الله. الشعار الموسوي، موسى عليه السلام عندما ذهب ليلقى ربه ماذا أعد؟ ها الشيخ محمد، أعد أولا الصيام، ولاحظ الله عز وجل طلب منه أن يصوم. جميل. قالوا هذه أعظم فضيلة للصيام، أن الله طلب من موسى قبل اللقيا والكلام أن يصوم، ففهم أن الصيام يقربك إلى حضرة القدس وإلى الرب الأعلى. يا سلام. والدليل فتم له ميقات ربه. نعم. أتممناها بعشر، صام 30 يوما ثم أفطر، فطلب منه أتممناها بعشر فتم له ميقات ربه. لذلك صام 40 يوما. لماذا صام؟ أنه قادم إلى حضرة الله. حضرة الله، هذا يدل على عظيم الصيام. لذلك أعجبتني كلمة لبعضهم يقول الصائم لا يأكل، أو أقول الملائكة هل تأكل؟ لا، لا تأكل الملائكة، لا تشرب الملائكة، ليست لها شهوة. الصائم في نهار رمضان لا يأكل ولا يشرب ولا يقضي شهوته، فأنت ملائكي في صورة الهيكل الآدمي الترابي. الله الله الله. أنت متألق متحلق، أنت ملائكي نوراني في صورة الهياكل الآدمية الترابية.
أصبحت تشبه الملائكة بالصفات لا بالذوات. الله. فلا تأكل ولا تشرب، وابتعدت عن الشهوات والمستلذات. سبحان الله. فلذلك الله عز وجل لقي موسى فقال موسى في طريقه: وعجلت إليك ربي لترضى. قال هذا إثارة كوامن الشوق إلى الرب. إذا كان في عشاق أهل الدنيا ومحبتهم، إذا زار خطيبته أو معشوقته أو حبيبته في حبهم الحرام في زماننا الحب الغير شرعي، نعم، ماذا يفعل؟ عجلا، ولو كان بعيدا، ولو بعيدا. كان المحبوب بعيدا والمعشوق بعيدا، فإنه كما قال الشاعر: وكنت إذا ما جئت سعدا أزورها، أرى الأرض تطولي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض، ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها. لماذا يعيدها؟ للشوق المزروع في القلب، لأن كلام الحبيب حبيب. أي والله. ولذلك نسمع من أجدادنا قال: ضرب الحبيب زبيب. صحيح. يعني فمن رماك بالحجارة، الحبيب إذا رماك بالحجارة كأنه رماك بالزبيب على طراوته ولينه. خرجت من الديار لكم أسير، وقلبي في محبتكم أسير، والله ما جئتكم زائرا إلا رأيت الأرض تطولي، ولا انثنيت عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. الله. أنا أتكلم عن محبة أهل الدنيا، فما بالك بمحبة الرب الأعلى الذي تقدس اسمه وجلت ذاته وتعالت صفاته، فهو على العرش استوى وعلى الملك احتوى. كيف الشعور وأنت عند السحور، وأنت يعني مقبل على السحور تقول: وعجلت إليك ربي لترضى. حسنت. عند يقوم النهار في صيام النهار، عندما تأتي التراويح: وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله. أنت تطبق الأمر، أمرك بتعجيل الفطر فعجلت إليك ربي لترضى. الله. وأمرك بتأخير السحور عجلت إليك ربي لترضى. إذا كان الله في الحديث وملائكته يصلون على المتسحرين. الله. المتسحر يثني عليه ويصلي عليه ربنا والملائكة، فما بالك بالصائمين؟ الله. هذا الحديث حديث صحيح. الله. إذا الله يصلي على المتسحرين هو ملائكة، ما بالك بالصائمين؟ قال: لأن السحور يعينك على الطاعة، فما بالك بالطاعة نفسها. أنا أقول لك ما بال الصيام. نعم. الصوم لي وأنا أجزي به. أحسنت. الله. الصوم لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أقول دائما: شعور جميل لذيذ ألذ من العجل الحنين. عندما تتخيل قد يبست الشفتان وجف الحلق والأمعاء خاوية طاوية من الجوع والعطش، وتذكرت أن هذا من أجل الرب الأعلى، أحدث في نفسك من اللذة. الله. ومن حرمة الخدمة للرب. الله. جل في علاه. تستحيل المشقة لذة، استحال الألم إلى أمل. الله. واستحالت اللذائذ واستحالت الآلام والتعب والمشقة إلى لذائذ وأشواق، لا أقول أشواك بل هي أشواق الروح. الله. هذا معنى دقيق يغفل عنه كثير من الناس. من الناس إن إثارة كوامن الشوق. ما أجمل أن نعبد الله بالمحبة. قالوا: من أقبل على العبادة بغير شعور ولا حضور ولا استجماع للذكر والفكر وحضور القلب فهو سمج بارد. اسمح لي على الوصف. هو صحيح. لذلك قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: كم من مصلي لم يشرب الخمر وقلبه ثمل من حب الدنيا ومن سكرتها وشهواتها. صدقت والله. لم يدرك من خشوعها وما لا من أركانها ولا من سنة ولا من واجباتها شيئا، فهو صحيح لم يشرب الخمر، ولكن ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أن تكون سكرى بحب الدنيا. نعم. بس فلذلك دائما رمضان يصنع الهمة، دورة تدريبية لقيادة النفس تجلد. قال بعضهم: هي النفس كالمرأة الناشز، تحتاج إلى الهجر أولا، فهجروهن في المضاجع، ثم عظوهن، فعظوهن الوعظ. نعم. الثاني هجر. الهجر. قال الثالث سياط المنع، وليس أنفع للنفوس من المجاهدة وسياط المنع. الله. فأدبنا الله عز وجل بالمنع فمنعنا من الطعام والشراب. الجمهة برجام التقوى. أحسنت. ولذلك قالوا في رمضان تترك الحلال أم الحرام؟ تترك الحلال والحرام. طيب في غير رمضان؟ تترك الحرام. طيب لماذا منعك من رمضان من أكل الحلال؟ حتى يقول: أنت قادر على ترك الحرام لأن الحلال أكثر. الله. وإذا تركت الحلال فأنت أقدر على الحرام. وإذا تركت الحلال وهو أكثر فأنت على ترك الحرام أقدر. الله. وأظهر. يعني تستطيع أن تكون عبدا خالصا لله. قيادة تدريبية ملت المعدة، مل الجسد من 11 شهرا يرتع على طوال سنة. الضغط المادي الذي خنق الروح،
فلا بد أن يعتكف القلب في محراب الجسد. يا سلام. لا بد أن يرجع من جديد. حينما يعتكف القلب. حين يعتكف. ولذا قال لكل جديد اللذة. لماذا نشتاق إلى رمضان؟ لأنه جديد. يعود علينا في كل عام مرة. صحيح. فهو جديد ولكل جديد اللذة. وهذا معنى دقيق جدا. أنت تسير إلى ربك بالعزم حتى لو كنت وحدك. فحي هلا. إن كنت ذا همة فقط حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. ولا تنتظر السير من رفقة قاعد. وداعه فيكفيك من العزم حاملا. يا سلام. حتى لو كنت وحدك. لو كنت وحدك صحيح. ولذلك عجبت لمن له حد وقد وينبو لبوة القضم الكهام. ولما رأى في عيوب الناس شيئا. كنقص القادرين على التمام. كنقص القادرين على التمام. هذا معنى رمضان يصنع الهمة في النفوس. لذلك قال بعضهم أعجبتني هذه الكلمة. استحضر الآن. أقول للأحبة المشاهدين استحضر الآن. أحب الناس إليك سافر إلى أقطار المعمورة. 11 شهرا. وقالوا غدا في الصباح يأتيك فلان حبيب القلب ورفيق الدرب. كيف ما هي أشواقك؟ لا توصف. تؤكد أنها لا توصف. بشاشتك. ما هي فرحك؟ أنت تنتظر هذا الحبيب. أنت تنتظر هذا الحبيب. هذا الحبيب بفارغ من الصبر. فما بالك إذا كان الذي حضر هو رمضان السلام. الذي هو نفحة من نفحات الرحمن. حديث والله من أعظم الأحاديث الدافعة للعمل في نهار رمضان في معجم الطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال إن لله من أيام الدهر نفحات. نفحات رحمة. نفحات رحمة. قرب ما معنى النفحة. النفحة عندما تختنق تدخل إلى الباص أو تركب في حافلة وأصابك ضيق نفس واختنقت نفسك فعندما يفتح الشباك أو تخرج من الباص تأخذ التنهيد. هذه النفحة. الله. من دخان الحياة. الله. رمضان نفحة يخرجكم من دخان الحياة. أيوة. الله. قال إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها. لاحظ ما النتيجة. فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من الله فلا يشقى بعدها أبدا. الله. تريد أن لا تكون من الأشقياء. تعرض لنفحات الله. تعرض لنفحات الله. تعرض لأيام الله. رمضان هي أيام الله. يا باغي الخير أقبل إلي. هي نفحات الله. لذلك قالوا من سمات المؤمنين الإعداد للطاعات. نحن لم يبقى إلا أيام قلال. الاستعداد للطاعات. بعض الناس سبحان الله عنده همة وإقبال يقول أريد أن أحافظ على الصلاة ونتمنى أن يستمر بالصلاة بعد رمضان. لذلك أنا آسف لبعض الناس يقول تمتلئ المساجد في نهار رمضان ثم تفرغ. نقول سبحان الله هم دخلوا في بيت الله لا في بيتك. يا سلام. الله. صحيح. لا شأن لك. وهم تضيفوا في بيت الله لا في بيتك. هم ضيوف الرحمن. وعسى وهم يرجون رحمة الله. الله. وعسى أن تهب عليهم هذه النفحات فتخرجهم من دخان الحياة. الله. هم أيضا في بيت الله هم لا في بيتك في ضيافة الرحمن. هم وفدوا على بيت الرحمن. لذلك رمضان توبة أمة. إذا كنا نفرح لتوبة فرد فما بالك بتوبة أمة. قرأت لميمون بن مهران يقول في رمضان يجتمع الفساق والعصاة في المساجد. يا الله. قال فبعد رمضان يرجع القلة منهم ويبقى الكثير مع الله. نعم. يبقى الكثير. ما تدري لعل هذا يرجع إلى يكون الله. خيرا منك أصلا أنت تدل بعملك على الله. لا وربما سمعك فانكسر. صحيح. كم سمعنا من أناس رجعوا إلى الله وسمع من بعض الناس كلام فانكسر ولم يرجع إلى الله. صحيح. صدقت والله. لذلك مطلوب معين على الخير في رمضان. أقول ما أجمل هذا الإعلان. كن أحسن داعية. مطلوب إعلان في رمضان وهو مطلوب معين على الخير في رمضان. يا سلام. لذلك ماذا قال الحسن البصري؟ قال إخواننا أحب إلينا من أولادنا وأهلينا فإن أولادنا وأهلينا يذكرونا بالدنيا وإن إخواننا يذكروننا بالآخرة. الله. لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر. الله. إخوان الثقات هم الذخائر. هم الذخيرة. عفوا. ولذلك هذا رمضان شهر الزلفة والقربة إلى الملك الرحمن. تشرب النفوس من المعين الصافي. نعم. تشرب من القرآن من الذكر من الدعاء من الصدقة من الصدقة على الفقراء والمساكين من قراءة القرآن أناء الليل وأطراف النهار حتى تترقى. لذلك قالوا من سمات التوفيق الإعداد للطاعة. جميل. ومن سمات النفاق التثاقل والتكاسل للطاعة. بل نجد بعض الناس للأسف يتثاقل من رمضان والبغض منهم من يكره ويكره أن يأتي رمضان لأنه أسير لسيجارة أسير لهذه المستلذات والشهوات.
لذلك ما الدليل على أن الإعداد للطاعة من سمات المنافق من سمات المؤمنين، والتأفف من الطاعة من سمات المنافقين؟ نسأل الله العفو والعافية. قال الله في كشف المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ثبطهم. صحيح، ثبطهم لأنه وجد من نفوسهم تثاقلا. فمن صفات المنافقين التثاقل فثبطهم، والإقبال إلى الطاعات من سمات المؤمنين. فلذلك يأتيك المدد على قدر صبرك وتقواك. نعم، وهذه مهمة. تقوم حياة العبد الإيمانية على الصبر والتقوى. ماذا قال يوسف؟ إنه من يصبر ويتقي. ماذا قال في سورة آل عمران؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. متى جاء المدد؟ بعد أن صبرتم واتقيتم. ولهذا رمضان فهو شهر الصبر وشهر التقوى. فهمت ماذا الربط؟ نعم، فعلا يعني شهر التقوى. يأتيك المدد، الصبر. يأتيك المدد على قدر الصبر والتقوى. رمضان شهر الصبر وهو شهر التقوى. الدليل في الحديث: رمضان شهر الصبر، تصبر على الطاعات وتصبر على المعاصي وتصبر على نفسك من الجوع ومن العطش. صحيح. طيب والتقوى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. إن تصبروا وتتقوا وبالصبر وباليقين التقوى تنال الإمامة في الدين. أحسنت. لماذا قال يا أيها الذين آمنوا؟ كان قال من سمات المؤمنين أنهم يهشون ويبشون لنفحات الله. يا سلام. فألهبهم إيمانيا وشجعهم. يا سلام. يعني يا أيها الذين آمنوا، من صام رمضان إيمانا أي أن الله قد فرضه، واحتسابا يحتسب الأجر صبرا يعني. الله. ولذلك يختلف عن الصوم الطبي، لا تجعل في نيتك فقط للتخفيف، الرجيم. لا تجعل في دخيلة نفسك كما يقال الصوم السياسي، وهو الإضراب عن الطعام، هذا يسمى الصوم السياسي. أو الصوم لمآرب أخرى، أو الصوم أو كعادة الناس. الصوم الاجتماعي نسميه. الصوم السياسي، الصوم الاجتماعي، الصوم الطبي. نعم. لذلك تدرك هذا المعنى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تلاحظ معي معنى دقيق جدا، أنه على قدر تقواك وصبرك يأتيك المدد. رمضان هو شعيرة عظيمة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل بفضل الله وبرحمته فليفرح هو خير ما يجمع. ولذلك تجد أن المؤمن يفرح بالطاعات، كما تكلم عن المؤمنين. وإذا ما أنزلت سورة إيش قال؟ أن آمنوا بربكم. ماذا زادتهم؟ إيمانا. لاحظ لماذا وهم يستبشرون في آخر. نعم. وهم يستبشرون. لماذا قالوا وهم يستبشرون؟ بفرحهم ويستعدون لها، لأنها زادتهم إيمانا. ورمضان فرصة عظيمة لزيادة الإيمان وقراءة القرآن. لاحظ معنى دقيق جدا، هذا معنى دقيق. إذا لم تتطهر في رمضان، إذا لم تكن أهلا لموسم المغفرة في رمضان، متى تتأهل للمغفرة؟ لن تجد. إذا خذت البحر اللجاج، البحر الثجاج، ولم تتطهر، قل لي متى تتطهر؟ ويل له لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. والله. واستفدت منك بعدا له وسحقا له ورغم أنفه لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني الخسارة الكبرى. أدرك رمضان. والعجيب فيها أن الداعي هو جبريل، والمؤمن على الدعاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشغلوهم بالمسلسلات، أشغلوهم. إذا ما أزهر قلبك بالإيمان في شهر رمضان متى يزهر؟ إذا ما الروض، وما أجمل هذا البيت، هذا البيت كثير ما أدندن به، وخاصة أتذكره في شهر رمضان. إذا ما الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب. الله، لم يستنير ويخصب أبدا والله. إذا ما الروض أجدب في ربيعه، أمسى مجدبا في ربيعه. الله. طيب ففي أي حين يستنير ويخصب. رمضان ربيع المؤمن. الله. لذلك لاحظ، هذا أعتبر هذا من أعظم الأحاديث في فضل رمضان. ماذا يحدث في أول ليلة من رمضان؟ استشعروها أحبتي ونحن على عتبات الشهر العظيم. ماذا يحدث في أول ليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أول ليلة تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. أي عطاء بعد هذا؟ يعينك على نفسك. نعم. وتصفد مردة الشياطين.
تصفد ماذا؟ إرادة الشياطين. الشياطين، ولكن الشياطين حذقوا وفهموا. لما صفدت الشياطين في رمضان علموا شياطين الإنس إفساد البشر في رمضان، فصنع لهم من المسلسلات ومن الأغاني ومن الأفلام ومن الجوائز والفوازير ما أشغلوهم، فهم قطاع الطريق ولصوص الآخرة. ليس اللص الذي يسرق مالك، اللص الذي يسرق الحسنات وأعمالك، الذي يسرق الأعمال. هؤلاء قطاع الطريق، احذروا أحبتك. لصوص رمضان، هؤلاء لصوص الآخرة. أي والله، والله أنهم لصوص الآخرة. صفدت مردة الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل، أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أقصر. إذن هو باغي الخير وباغي الشر أقصر. ولله، لاحظ كيف جاء العطاء الكبير آخر الحديث، ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. أنا قلتها اليوم في خطبة الجمعة، وتخيلوا أحبابي أنه نشرت أمامك الدواوين، صحائف الأعمال، ديوان العتق مكتوب فيه فلان ابن فلان ابن فلان عتق من النار، ما هي فرحتك؟ ما هي فرحتك؟ لا توصف. لله في كل ليلة. ولذلك الحديث المنكر الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي انتشر بين الناس، اللي هو رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا غير صحيح. هذا حديث لا يصح، وهو حديث منكر، يعني غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يدفع هذا الحديث في كل ليلة، فرمضان أوله، فرمضان كله مغفرة وكله رحمة وكله في كل ليلة، لله في كل ليلة عتقاء من النار. فلماذا حجرتم رحمة الله وحجرتم مغفرة الله وحجرتم عطاء الله بالعتق من النار في هذه الأيام؟ وهو الذي أعطى أجزل، والذي إذا أعطاك أدهش. أدهش، أي والله، قالوا أجزل وأفضل وأدهش جل في عليائه. فلذلك هذا عطاء الله في كل ليلة من رمضان، عتقاء من النار، يولد التقوى. لذلك قال يا أيها الذين آمن كتب عليكم، تدبرت في هذه الآية، كتب عليكم الصيام. هناك آية فرضت بنفس هذه الصيغة، كتب عليكم القتال وكتب عليكم الصيام، فكتب عليكم الصيام مجاهدة للنفس، وكتب عليكم القتال مجاهدة بالنفس. بالنفس، الله أحسن. فجمع بصيغة واحدة بين الجهاد النفسي والجهاد بالنفس. جهاد تجاهد هواك. هواك. ورد في الحديث إنما المجاهد من جاهد جهد هواه. فقال ماذا؟ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال من قبلكم؟ حتى لا تكون يعني ليس بدعة من القول، هو عندكم يعني. لأن النفوس صام الناس من قبلكم. أيوة، لأن النفوس إذا شركها غيرها في العمل ارتاحت وهدأت وأقدمت على الفعل. صحيح. وليس أنت لست بدعا من البشر، صامت الأمم قبلك. ماذا قال؟ لعلكم تتقون. الترجي من الله تحقق، لا يقصد لعلكم تتقون، قد تتقون وقد لا تتقون. صومك الحقيقي على كماله. نعم، على كمال لعلكم تتقون أياما معدودات. أكمل، لا في سؤال خطر. لماذا قال أياما معدودات؟ أها، قال لأن العرب تقول القليل يعد، كما قالوا في يوسف وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، فقالوا دراهم معدودة لأنها تعد، فهم بخسوا من قيمته. فأياما معدودات قللها الله حتى يقبل النفوس، الله، حتى يقبل النفوس ويقبل من النفوس أن تقبل على الصيام. فهي أيام معدودات. الله، فهي أيام معدودات. تريد تسأل شيء؟ لا والله الشيخ، يعني يأتي بالسؤال. نعم، لذلك قال لعلكم تتقون أياما معدودات. فالصوم، الثمرة من الصوم ما هي؟ الصوم الكامل، التقوى. التقوى هو هذا. أنا إجت سبحان الله. التقوى، ما ما التقوى؟ أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور وأن تصبر على المقدور. ثلاثة أركان للتقوى، لن تحقق التقوى إلا بها. بثلاثة، فعل المأمور، ترك المحظور، والصبر على المقدور. لذلك ماذا قال عمر الملهم المحدث؟ قال لأبي بن كعب ما التقوى؟ قال له يا عمر أرأيت إذا سلكت طريقا ذات شوك ماذا تفعل؟ قال شمرت واشتهت. قال ذاك التقوى. الله، خلي النفوس. أخذه الشاعر وسبكه حتى يبقى درة في تاج الزمن. نعم، قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، كبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الله، يهذبك ويؤدبك. أتدبروا قول الله في سورة البقرة،
نحن نعلم ما هي قصة طالوت. نعم. الرجل الطائع، وجالوت الرجل الجائر، كيف نميز بينهما؟ جالوت بالجيم جائر، وطالوت بالطاء طائع. طالوت الرجل الصالح قطع بجيشه لمحاربة جالوت، ولكن قبل الذهاب إلى ميادين الحدام والصدام والكفاح امتحنهم الله عز وجل، ماذا كانت نوعية هذا الامتحان؟ الصوم إلا من اغترف، الطعام والشراب. الطعام والشراب، نعم. إن الله مبتليكم بنهر، لذلك سماه ابتلاء. فالله ابتلاكم بالجوع وابتلاكم بالعطش من أجل أن ينقيكم وأن يهذبكم وأن يرقيكم. لماذا؟ إن الأمة التي تنتصر في ميادين الشراب والطعام حرية أن تنتصر في ميادين الحدام والصدام. يا سلام والكفاح. يا سلام. لأنه من ضبط بطنه ضبط فرجه. الله، هذا معنى رمضان، ضبط بطنه. لذلك إذا رأيت رجلا أفطر في نهار غير عذر فهو رديء الهمة وليس برجل أصلا، مقعد العزم، عنين الإرادة. يعني ضعف الأمة بشكل عام في 11 شهرا لضعفها في هذا الشهر. نعم، رمضان يختبر النفوس، أعطيك الدليل. نعم. طيب الشياطين صفدت، لماذا تعصي الله؟ نفسك ضعيفة، نفسك لم تصف مكسرة. نعم. أنا أقول اعرف نفسك في رمضان. طيب ماذا كيف نميز بين معصية النفس ومعصية الشيطان؟ في رمضان، هذه في رمضان، اعرف نفسك في رمضان. لذلك نرى المعاصي في رمضان، صفدت الشياطين، دليل أن النفس أخبث من 70 شيطانا كما قال الشعر، وهو شيطان لا يكل ولا يمل، يقاتلك من جبهتك الداخلية وهو عدو المحبوب. قالوا نحن نعلم أن العدو مبغوض مبغض، لكن النفس عدو ومحبوب ويقاتلك من جبهتك الداخلية. اعرف نفسك في رمضان، رمضان مقياس للنفوس. يعني الله صفد لك الشياطين لينجدك من نفسك، وكأنه يقول لك أريد أن أنقذك من نفسك. نعم. لتجرك إلى النار. أحسنت. الصوم جنة، كلمتان خفيفتان على اللسان، بهما صلاح الإنسان. ما معنى جنة؟ وقاية. وقاية. المجنة هي هو الترس، يقيك، اسمه المجن. جنة يعني وقاية، يقيك. ماذا يقيك؟ في سمعك وفي بصرك وفي أخلاقك، يهذبك، يطهرك، ينقيك. لذلك قال جابر رضي الله عنه، قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن السب والشتم وإذاء الجار، ولا تجعلن يوم فطرك ويوم صومك سواء. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعام الشراب. قالوا أهون الصيام ترك الطعام والشراب. طعام الشراب. وأقول للذين يخرقون حرمة الشهر العظيم، فاتقوا الله وتدبروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالإفطار بغير عذر من الكبائر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا وهو حديث صحيح، قال فمررت مع جبريل على قوم معلقين بعراقيبهم. لاحظت شيخ محمد كيف يعني الصورة منفرة، معلقين بعراقيبهم، أنا لا أستطيع أن أتصورها، مدلل، معلقين بعطفة هذه التي، نعم، في هذا الكلاب، نعم، تمسك فيه الذبيحة، معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ أعوذ بالله من هؤلاء. قال أولئك الذين يفطرون في نهار رمضان. يا الله، مرة ثانية شيخ بالله عليك. قال مررت على قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم. قال العلماء لماذا كانت المصيبة هنا؟ أن تظهر فيها أثر الطاعة، ولأنه عصى الله بهذا الجزء. الله، صحيح. قالوا لماذا قلبه؟ لأنه قلب الأمر الشرعي. يا سلام، الله. قال مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت أعوذ بالله من هؤلاء، من هؤلاء؟ قال أولئك الذين يفطنون في نهار رمضان. يقول الذهبي الحافظ، ومقرر عند المؤمنين أن الذي يفطر في نهار رمضان بغير عذر شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه. طيب لماذا؟ طيب سألت حالك سؤال، لماذا؟ شو أعرض عن الله في وقت ناداه الله فيه، وفي نوع من شائبة التحدي بينهما. صحيح. جاهر بالمعصية وكأنه في شيء من التحدي، أعوذ بالله. يا شيخ، قلت في كلمة قبل شوي لما كنا نتكلم، إبراهيم بن عبده يقول من أدرك رمضان ولم يصم ولم يرفع بالقيام رأسا مات يوم يموت على غير لا إله إلا الله، أعوذ بالله. يعني قد يمسك الله لسانه. أحسنت. الأمر خطير، الأمر خطير، تتحدى الله كما قلت. ولذلك ابن الجوزي يقول لو قيل للأموات تمنوا لتمنوا يوما واحدا من رمضان. يا الله، لماذا تمنوا يوما واحدا من رمضان؟ عرفوا حقيقته أو ما فيه من الفضائل ومن الخير ومن مضاعفة الحسنات،
شهر الصبر ويوفى الصابرون بغير حساب. بغير حساب. قالوا هذه شهر الصبر. قالوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قالوا نزلت في الصائمين. الله. كلوا الآن واشربوا في الجنة هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية من الصيام. والله هاي الدنيا قصيرة كمان يعني الواحد يعني يقبل فيها. والنفس تتلذذ بالصيام. هذا النفوس. أي نعم. الطاهرة. نعم الطاهرة. طيبة. بل كلما زاد جوعها زاد شوقها ومحبتها. زاد شوقها وكامنها وأثار ساكن العزمات إلى رب الأرض والسماوات. وعجلت إليك رب لترضى. لترضى. أحسنت. هذا شيء عظيم في النفوس. أنك تجوع وتعطش من أجل ترك شهوته من أجلي. ما أحلاها من أجلي تكتب بماء العين. أي والله. هذه حري أن تكتب بماء العين. الله. قال ترك شهوته طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لأنه يحب الله. لأنه يحب الله والقلب. فأحب أمر الله. ويقول فضيل بن عياض القلب الذي يحب الله يحب التعالى فيه. أحسنت. من علامات الشوق التعلق والمحبة. هو لماذا اشتاق؟ لأنه أحب. نعم. الشوق هو الوقود الإيماني الذي يحفز على الطاعة. يا سلام. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال لاحظ تأتي ذكر ثلاث أشياء، ذكر المسابقة والمسارعة والمنافسة. يا سلام. ماذا قال؟ قال وسارع وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال وسارع. طيب شو ما الفرق بين المسابقة والمسارعة؟ قال المسابقة أن تبدأ، المسارعة أن تسرع. طيب على ماذا؟ طيب رتب المسابقة والمسارعة على ماذا؟ على المنافسة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا سلام. المنافسة مأخوذ من طلب النفيس. عرفتني أخذ المعنى؟ لا تنافس إلا لأنك تريد النفيس. تريد النفيس. في ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتنافسون. إذا عندنا مسابقة وعندنا مسارعة. مسارعة تقود المنافسة. من أجل المنافسة. من أجل المنافسة. وكيف تصل إلى تلك الدرجات وتتفاوت إلا بالمنافسة؟ أعظم معركة في الإسلام ما هي؟ معركة بدر. كانت في 17 رمضان، هو شهر الجهاد والصبر. في 17 رمضان تخيل كان أهل بدر اللمعة البيضاء في جبين الأمة. الله. الانتقالة. لأنه في رمضان. ولذلك ماذا سماه؟ يوم الفرقان. الله ما سمى الفرقان في كتابه إلا في شيئين، القرآن والمعركة بدر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ويوم التقى الفرقان. ما الجامع بينهما؟ القرآن فرقان علمي يفرق بين الحق والباطل. الله. والجهاد فرقان عملي يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. الله الله. القرآن فرقان علمي يفرق بين الحق والباطل، والجهاد فرقان عملي يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. الله. فتح مكة. إذا كان صلح الحديبية الذي مقدم لفتح مكة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما بالك بفتح مكة؟ في 8 رمضان دخلت جيوش فتحت مكة وتحررت من أوشاب المشركين وطهرها من أرجاس المشركين الملبسين في شهر رمضان. رمضان شهر العمل. بعض الناس يتحول من يحول رمضان شهر التكاسل والتثاقل والنوم. والله يسألني بعض الناس يقول أنا نمت من الصباح حتى المغرب، ما حكم الصيام؟ صمت. سقط الفرض. وأين الصلاة؟ وأين قراءة القرآن؟ وأين؟ سمعت منك كلمة جميلة أن العرق الذي ينزل عن جبين الساعي إلى صلاة الظهر خير من الدموع في صلاة التراويح. أحسنت. لذلك تجد لاحظ هو مش شهر للتواني والتكاسل وللعمل. حتى المعارك المفصلية في تاريخ أمتنا المجيدة كان في رمضان. بلاط الشهداء. صحيح. فتح مكة. عين جالوت. عين جالوت. عين جالوت كانت في شهر رمضان. شهر تضحية، شهر صبر، شهر العمل للتكاسل. تزوجت البطالة بالتواني فأولدها غلاما مع غلامة، فأما الاسم سموه بفقر وأما البنت سموها ندامة. صحيح. ماذا ينتج التواني؟ الكسل هو مخبل. فلذلك نحن نقول نحفز الهمة لإقبال على هذا الشهر العظيم، فيه من الفضائل وفيه من العطايا الربانية وفيه من النفحات الإيمانية وفيه من القرب من رب الأرض والسماء. تتحلق وتتألق النفوس في هذا الشهر، تعيش مع القرآن، تعيش مع الصدقة على الفقراء والمساكين، تشعر بجوع الفقراء. أعجبني بعضهم، قيل ليوسف لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف إن شبعت أنسى الجائع. الله. طيب لماذا تكثر الصدقات في رمضان؟ الغني يذوق طعم الجوع فيقول أهكذا يشعر الفقير بالجوع؟ هل الجوع يتصدق؟ هذا جوع اختياري. الفقير يجوع الجوع الاضطراري.
والغني يجوع الجوع الاختياري. فأصحاب الجوع الاختياري يتذكرون أصحاب الجوع الاضطراري. الله الله. ولذلك تجد أنه يشعر وتفيض العين بالدموع والبكاء واللسان بالذكر والأصابع بقراءة القرآن والقلوب بطاعة الله والجوارح بطاعة الله وقراءة القرآن. شيء عجيب جدا يحفز النفوس، يحفز النفوس إلى الله، يحفز النفوس الله إلى الله، فتكون مقبلة على الله محبة وإرادة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا إنه لي؟ طيب الصلاة لله، أليست الصلاة لله؟ كله لله، والحج والزكاة. لماذا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي؟ لأنه به مرتبة الإخلاص. والله الحج يدخله الرياء، والصلاة مرئية أشاهدك، تصلي أشاهدك، تحج أشاهدك، تزكي قد أراك، لكن ما يدريني أنك صائم أبدا. فلذلك قالوا كل عمل ابن آدم له يدخله حظ النفس والرياء وملاحظة المخلوقين، إلا الصيام فإنه لي يحقق مرتبة الإخلاص والإحسان. والله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت تحقق مرتبة الإخلاص وتحقق مرتبة الإحسان. يعني هذا الذي يصوم في خفيته وفي علنه هو قد تحققت في قلبه مراقبة الله. حسنت. حقا حسنت. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصلاة صيام. لماذا اختار الصيام؟ لأن الطعام هو وقود الشهوة. الإنسان لا يقبل على الحرام بالزنا وغيره وهو جائع، صحيح، فهو يأكل ليفعل هذه المعاصي. فالطعام هو وقود الشهوة، وإذا أطلق الشهوة أصابته الشقوة. يا سلام، يصح فيها الشق والشقوة. والشقوة نعم في اللغة، فالشهوة تقوده إلى الشقوة. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، هي غلبت علينا سيئاتنا، لكن قال سموا الشيء بأثره، لأن السيئات قادت إلى الشقاوة، إلى الشقوات. شوف هذا المعنى. قال فعليه بالصوم فإنه له به وجاء، أي قاطع من دواء بدلي بديل يسكن الشهوة البشرية. نعم شيخ. نعم هذا هو الصيام. يعني هو ومهما تكلمت وركبت ورتبت من الكلام يبقى الكلام قليلا في حق الصيام. نعم. بارك الله فيك شيخنا. يعني آخر شيء أتذكر أن من أعرض عن الله في هذا الشهر يعني كان له حظ من وصف المنافقين. أحسنت. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر نعم. لكم رسول الله. أحسنت. ماذا صنعوا؟ قال لووا رؤوسهم. نعم. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. نعم. فالمستكبر والمبتعد عن الله في هذا الشهر يعني في قلبه شيئان من هذه الآية، إما كبر في أعرضه، وإما فيه شيء من النفاق والعياذ بالله. هذا شهر الصيام يطلب الأنوار، فاستبشروا بمواهب الغفار. حسنت. فالواحد الإنسان يعني يقبل على الله، والله الأيام معدودة، والله كما قلت هي أيام معدودات، وحياته كلها أيام معدودات. نعم. بارك الله فيك شيخنا. يعني أريد أن أختم بهذه الكلمات حتى أتوجه إلى مشاهدينا الكرام، يعني أقول في هذه الأمسية كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل طاعاتكم، ونعود إليكم بعد هذا الشهر العظيم. يعني سوف نتوقف في هذا الشهر ونعود بإذن الله بعد هذا الشهر وبعد العيد، فأعاده الله عليكم هذا الشهر وأعاد عليكم العيد بالخير واليمن والبركات. أقبلوا إلى الله بكل ما فيكم، واجعلوا شعاركم في هذا العام وفي هذا الشهر وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. أشكرك شيخنا، ونعود بإذن الله بعد شهر من الآن إن شاء الله. وأشكركم مشاهدينا الكرام، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة. لكم مني أنا محمد العودي ومن شيخنا ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.